مرحبا، اليوم راح نتعلم طريقة عمل عجينة السيراميك البارد. أولا خلي نبدي بالمواد اللي نحتاجها لعمل العجينة. أول شي راح نحتاجه هو النشا. نستخدم النشا، أنا هوايد أشوف وصفات يستخدمون الطحين، أنا بصراحة ما بستخدم الطحين، ما أعرف يعني الطحين شغلته ناجحة لو لا، بس اللي أشوفه اللي مستخدمين الطحين يعانون أنه يصير بيها تشقق، فاحتمال هذا يكون سبب من الأسباب. المهم اللي نحتاجه، إحنا نحتاج النشا، نحتاج الجليسرين، نحتاج الخل، ونحتاج الفازلين، اللي ما عندها فازلين ممكن البيبي أويل، ونحتاج هذه المادة. هذه المادة ما أعتقد موجودة عند الكل، هذه مادة اسمها ستيريك أسيد، هو اللي ما موجودة عند هذه المادة ممكن يستعيض عنها بأنه يأخذ شمعة ويبرشها، وكل اللي تحتاجي أنه نصف ملعقة الكوب التيبل سبون مثل هذه، يعني ملعقة صغيرة تبرشين الشمعة وتاخذين ملعقة صغيرة منها. وبالنسبة هذه المواد، والشغلة المهمة والرئيسية أيضا هي الصمغ أو الغرة. بالنسبة إلي أنا طريقتي، المشكلة أنه أنا عندي نوعين من الصمغ، خليني أشوفكم النوعين مال الصمغ وبعدين. هذا هو الصمغ اللي أنا أستخدمه، ده تلاحظون عندي نوعين، هذا النوع تقريبا يكون لونه ما أعرف أصفر بيجي هذا النوع، وعندي هذا النوع الأبيض. مع الأسف ما عندي العلبة فارغة بها كمية كلش قليلة، وإلا حبيت أنه أسوي لكم العجينة باللون الأبيض. أنا ما أعرف شنو الفرق بينهم، بس من أستخدم هذا العجين الطريقة هي نفس الطريقة، طريقة الطبخ نفسها، استخدام هذه المواد من نشا وغليسرين وخال وفازلين والستيريك أسيد، كلها أستخدمها بالضبط نفس الطريقة ونفس المقادير، ما عدا استخدامي، والنشا أيضا نفس المقادير ما عدا استخدامي بالنسبة للغرة يختلف من هذا إلى هذا. ولو تلاحظون انه هذا مكتوب عليه انه هو وود جلو، يعني غرة للاخشاب، فلهذا يكون اعتقد يكون كلش قوي، واستخداماته داخل البيت او خارج البيت، يتنظف بالماء، هذا ايضا يتنظف بالماء، بس هذا ما مكتوب عليه انه يستخدم للخشب، هذا للاعمال الكرافت، يعني للاعمال اليدوية، استخداماته للاعمال اليدوية، حتى يستخدمه بالمدارس. بالنسبة الي اني يعني اذا تريدون رأيي، العجينة اللي احبها اكثر باستخدام هذا الصمغ، بس العيب بهذا الصمغ انه لونه اصفر، يعني مستحيل تحصلين على عجينة لونها أبيض ناصع باستخدام هذا الصمغ، هذا العيب الوحيد اللي أعاني من عنده من هذا الصمغ. بينما الألمرز جلو لا، العجينة مالته تكون بيضة بس، وأني ما استخدمه، يعني كل استخداماتي من هذا العجين من هذا الصمغ، أستخدم هذا فقط لما أكون محتاجة لون أبيض، لأن هو حلو شغله حلو بس هذا أحلى. المهم فأني اليوم راح أسوي لكم من هذا الصمغ، أو بس بنفس الوقت راح أنطيكم المقادير اللي تستخدموها إذا أنتوا، لأن أنا كل اللي دا أشوف الناس عندها الصمغ الأبيض، فأني راح أنطيكم مقادير الأبيض، وأيضا راح أنطيكم مقادير هذا الأصفر، وطريقة الطبخ راح تكون نفسها، بس مجرد انتو ما راح تستخدمون، اذا ما عندكم هذا الصمغ ما راح تستخدمون قياساتي هذه، استخدموا قياساتي اللي راح انطيكم اياها مال اللون الابيض. فهسه خلينا نبدي بالمقادير، خليني بس ارفعهم. طيب هسه اول شيء انا راح ابدي بالنشا اللي هو طحين الذرة،
أنا هسه راح أعطيكم القياسات ومقادير هذا النوع من الصمغ، صمغ الخشب اللي احتمال يكون موجود عندكم يستخدموه احتمال النجارين اللي يشتغلون بالخشب. فقلنا نبدي بالنشا. أنا عندي هنا ميزان، أستخدم الميزان للقياسات اللي راح أحتاجه 250 غرام من النشا. أكيد النقص وزن الكونتينر هاي أول مرة، فهي هنا الكونتينر وزنها 51، إحنا نريد 250، فراح أخلي 301. هسه تلاحظون اني صار عندي النشا 301 اللي هو 250، لانه ناخذ نطرحها وزن الكونتينر منها. فهذا النشا اللي راح نحتاجه ونستخدمه، نستخدم هذا القدر اللي هو يكون تيفال. طبعا على فكرة اني المواد اللي استخدمها لعمل العجينة بعد ما استخدمها للأكل والطبخ، يعني هذه القدر هذا مخصوص مستخدمته لعجين السيراميك، ما استخدمه للأكل ولا أخلطه مع الصحون الخاصة بالبيت. وحتى هذه الكونتينر تشوفون شكلها كلش عقلي لأن مستخدمتها فقط للعجين. فهسه عندنا 250 نشا، أنا راح أسوي 250، هذه راح تكون عجينة كبيرة تقريبا كيلو. هسه استخدمنا النشا، نرجع بالنسبة للغرة. 250 نشا 500 غرة، هذا بالنسبة لهذه الغرة اللونها أصفر، غراء أو صمغ الخشب. 250 نشا 500 غرة. الكونتينر وزنها صار 52 أو 52 لأنه صار بها شوية نشا، فاللي راح نحتاجه 550 الغرة. يعني انتو ما يخصكم بال 500، ما يخصكم بال50، هذا ال50 وزن العلبة هذه اللي راح تحتاجيه 500 من الغرة. هسه شنو اللي صار عندي؟ صار عندي ما يخصكم بال51، صار عندي 500 غرة. اذا ارجع اقولها مرة ثانية، 250 نشا 500 غرة بالغرام. طبعا اكيد اكو راح يقولون أنا ما عندي هذا الميزان، أريد أعرفه شلون توزني بالكوب. فخليني هسه شنو أسوي، أقيس لكم إيش قد بالكوب وأرجع لكم. هنا أنا للي ما عندهم، اللي ما عندهم هذا الميزان، فأكيد راح يستخدمون هذه أكواب القياس. فقست
درت هذا النشا بالكوب اللي صار كوبين نشا، كوبين نشا من هذا الكوب اللي هو 235 ملي. اذا النشا كوبين، وبالنسبة للغرة درتها بهذا ايضا طلعت لي كوبين. تلاحظون؟ ما اعرف شلون اشوف مياه. المهم اذا ما عندك ميزان 2 كوب من هذا كوب القياس، 2 كوب نشا 2 كوب غرة، عندكم ميزان 250 نشا 500 غرة. خلينا نكتبها. بالنسبة للنشا 250 الجرام، وبالنسبة للصمغ أو الغراء 500 جرام. هذه اللي عندها ميزان. اللي ما عندها ميزان، النشا 2 كوب، كوبين نشا الصمغ، وبالنسبة للصمغ أيضا كوبين. هسه اللي راح نحتاجه، نحتاج ملعقة كوب من كل هذه المواد. الجليسرين ملعقة كوب، الفازلين أيضا ملعقة كوب، وبالنسبة للخل ايضا ملعقة كوب. انا مرات ازيد الخل يحافظ على العجينة انه ما تعفن اذا تتركيها مدة. نجي بالنسبة لهذه المادة اللي قلنا احتمال ما تكون متوفرة عند كل احد، قلنا اذا ما متوفرة عندك تقدرين تاخذين الشمعة تبرشيها للشمعة، وكل اللي تحتاجيه نصف ملعقة كوب، هذا كل اللي تحتاجيه. هسه هنا انا راح نخلط، هسه هنا انا بعد ما وضعنا كل هذه المواد راح ناخذها. احنا ذكرنا انه هذا القدر لازم يكون تيفال. هسه هذه هي المقادير لعجينتنا لهذا اليوم باستخدام هذا النوع من الصمغ او هذا اللون من الصمغ اللي هو صمغ الاخشاب. اللي راح اعيدها عليكم، المقادير راح تكون النشا 250 غرام والصمغ 500 غرام، هذا اللي عنده ميزان. اللي ما عندها ميزان، النشا 2 كوب والصمغ 2 كوب. اما بالنسبة لهذه الجليسرين والخل والفازلين كلهم تستخدمين ملعقة كوب. وبالنسبة لمبروش الشمع او الستيريك اسيد نصف ملعقة كوب، كلها تخلطيها بهذا الشكل وتبدين. هنا أنا لازم نخلطها الى ان هذا يتجانس كله، ماكو اي نشا ولا هذا الفازلين. لو نفرض انه انتي ما عندك هذا
الصمغ راح تستخدمين، خلينا نقول راح تستخدمين هذا الصمغ، الطريقة بالضبط نفسها، بس تستخدمين ايش راح تستخدمين؟ كوب، كوب غرة، كوب نشا، هذا الاختلاف. كوب غرة، كوب نشا، نفس الكوب اللي تستخدميه وتخليين بيه النشا نفسه تخلين بيه الغرة وتخلطيها بهذا الشكل. وأيضا تستخدمين الجليسرين والخل والفازلين كله ملعقة كوب، ومبروش الشمع نصف ملعقة كوب. هذا هو الاختلاف بهذا الصمغ، وهاي هي طريقتي بالعجينة. هسه راح استمر أنا هنا أقلبها إلى أن أخلطها بشكل تام وأرجع لكم. هسه أنا هنا كملت خلطهم، ما أترك أي أثر للنشا أو أي مادة تكون بهذا الشكل. طبعا هذا الصمغ لو تلاحظوا يعني كلش تخين، يعني لو مستخدمة هذا الصمغ راح يكون قوامه لا أخف من هذا بهواية. لهذا السبب تشوفون المقادير استخدمتها بغير طريقة. هسه هذه الباقي انه نستخدم لها نطبخها على الطباخ. انا راح اجيب هذا، عندي طباخ صغير، هنا راح تبدين تطبخيها على الطباخ. طبعا اني محتاجة العجينة يكون لونها اصفر، فراح تشوفوني هسه راح استخدم الصبغ الاصفر. يعني انتي ما راح تستخدمين صبغ، راح تتركيها اذا تكون بيضة تتركيها باللون الابيض او تضيفينها لون ابيض. بس خليني اشوف الصبغ، احتاج اللون الاصفر. تفتحين الطباخ على نار هادئة بالبداية او بكل يعني على الوسط. فمثل ما قلت اذا انت تريدين تسويها عجينة يعني تتركيها بيضة تضيفين اللون الابيض لون الاكريليك، يعني عندي هذا الالوان ولو هذه مو نوعية زينة، تضيفين اللون الابيض وتحتفظين بيها، تبدين تلونيها انتي بعدين بعد ما تكملين تلونيها بالالوان اللي تحبيها. بس انا هسه محتاجة عجينة كاملة باللون الاصفر، فشوفوني راح اضيف اللون الاصفر. طبعا المفروض اني اضيف ملعقتين او 3 ملاعق الكوب، بس بدون قياس راح اضيفها، ماني ما حابة هذا اللون. هذه راح تكون العجينة كلها لونها أصفر، انتي رايدتها بيضة تتركيها لون أبيض وتلونيها بعد ما تكملين تلونيها بالألوان اللي تحبيها، تحتفظين بيها بيضة وبعدين تاخذين قطع صغار وتلونيها مثل ما انتي ترغبين. خليني استخدم هذا الأكريليك، هذا النوعية زينة. تستمرين بالتقليب ما تتركيها.
أخفف النار حتى أقدر أسيطر عليها، لأن الكمية كبيرة. هسه هنا لما نشوفين تصير بيها هيج هاي ال ما اعرف شو يسموها، هذه ال ما اعرف شو اسمها، تاخذيها على صفحة، تاخذيها من الطباخ وتخلطيها على صفحة بحيث ترجعيها تكون ملسة حتى تصير عليك بالعجن سهلة. فخليني اخذها على صفحة اشتغل. شوفوا لي ان هذا القدر تيفال، فتبدي بهذا الشكل تصير هنا. انت تحاولين تخلين النار هادئة حتى تسيطرين عليها، لان راح تكون صعبة. بس اذا العجينة قليلة ما راح تلاقين بها صعوبة، انا لان مسوي عجينة كبيرة. هنا دا تشوفوني اني دا استخدم ايدي دا اعجنها، لانه اصلا ماكو النار، فيعني هي باردة. دير بالكم يعني انتم مو تستخدموها اثناء ما هي حارة، لان اني دا انصي النار بحيث هي هسه تشوفوها مو حارة، احاول اسيطر عليها لان دا اصور ما سيطرت على عجنها. فدا اريد اسيطر على طريقة العجن مالها الى ان تكون ملسة، وارجع اخليها على الطباخ اذا احس بيها تحتاج طبخ بعد. تعرفون خليني انظف المكان وارجع اخلي العجينة قدامكم واعجنها. اعتقد بعد ما تحتاج طبخ، بس مجرد تحتاج عجن حتى تتنعم. هنا انا راح استمر بعجنها، وده تلاحظون هي بعد ما اعتقد تحتاج طبخ، لانه حتى ما تلصق، يعني ما تلتصق. تشوفون ما تلتصق بالسطح اللي انا دا اعجنها عليه. هذه يعني ايضا علامة من انه انتهت. وحاولوا انه ما تطب، اذا تطبخوها زايد تصير قوية راح تخرب. يعني لو تكون لينة افضل مما انه تكون قوية. اللينة ممكن تتعالج، بس القوية علاجها صعب، يحتاج لها قوة. بس انا اللي عند اصور. وأخيرا كملت. كأنه بدي ألعب رياضة.
المهم كملتها يعني ما مسيطرة لأنه مو على الطباخ وهنا هذه تتحرك. المهم وأخيرا كملناها وهاي هي عجينتنا. بإمكان يعني هسه ماكو ما تحتاجين تتركيها وتخمريها وأي شيء، لا ممكن هسه تستخدميها، ولو كانت بيضة تبدين تلونيها بالألوان اللي أنت تحبيها وتشتغلين بيها. الآن المفروض عندي بيبي أويل بس ما عندي، فأنا راح أستخدم الفازلين إنه أستخدم هذا قليل من الفازلين. فقط حتى احتفظ بيها بكيس. وما تخلين الهواء يوصل لها يعني. لان هو الهواء هو العدو الوحيد لهذه العجينة. تحتفظين بيها بهذا الشكل. تغطيها بالفازلين او البيبي اويل وتحتفظين بها بهذا المكان بهالشكل او بعلبة، المهم ما يوصل لها الهواء. وهاي هي عجينتنا عجينة السيراميك البارد، هذه اللي استخدمناها باستخدام الغرة الاصفر. اما اذا الغرة اللي موجودة هي الغرة البيضة فقلنا كوب نشا كوب غرة، والباقي نفس الطريقة ونفس المقادير بالضبط. ويا رب ان شاء الله تجربوها وتنجح عندكم، وان شاء الله ما تتشقق ولا تصير عندكم كل هذه المشاكل اللي اسمعها. واتمنى اسمع تعليقاتكم، واللي تسويها وتنجح عندها او ما تنجح عندها ان شاء الله تنجح عند الكل، اتمنى تعلقوا لي وتكتبوا لي. وشكرا.